ينضم إلي من روما مراسل الغد محمد الغزو. محمد، كان هناك لقاء لمندوب رئيس جمهورية الكونغو برئيس الوزراء دراغي، ما الذي تمخض عن هذا اللقاء؟ نعم، الاجتماع تمخض عنه بأنه قد أعطى تطمينات للحكومة الإيطالية ولرئيس الوزراء ماريو دراغي بأن حكومة الكونغو الديمقراطية ليس لديها قيد أو شرط لإجراء أي تحقيق تراه إيطاليا مناسبة في سبيل التوصل إلى الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم ومعاقبتها بالتنسيق أيضا مع إيطاليا ومع الأمم المتحدة. هناك تعاون كامل على ما يبدو من قبل حكومة الكونغو الديمقراطية، وجاء هذا المندوب محملا بتطمينات كاملة بأن بلاده لا يوجد لديها أي تحفظات لأي إجراء قد تقوم بها إيطاليا من خلال تحقيقاتها ومن خلال فريقها التي أرسلته إلى جمهورية الكونغو. أيضا أبدى المندوب تعاونه الكامل، تعاون بلاده الكامل مع هذا الفريق، وقال بأن الفريق قد وصل بالفعل وباشر تحقيقاته، ونحن سوف نقدم أي معلومات يراها هذا الفريق مناسبة أو قد تفيد في سبيل التوصل إلى الجهة المسؤولة والمنفذة لهذا الهجوم. ماذا عن مطلب روما محمد؟ نعم، من الأمم المتحدة لفتح تحقيق رسمي بهذا الشأن؟ نعم، كما تعلمين بأن الحكومة هنا في روما بأنها لديها شرط لهذا التحقيق بأن يكون هناك وجود للأمم المتحدة من أجل التوصل للجهة المسؤولة والمنفذة، كون السفير عندما تم اغتياله ولاقى حتفه كان يستقل سيارة على ما يبدو بأنها تتبع للأمم المتحدة. لذلك الأمم المتحدة أيضا أبدت تعاون كامل من أجل إجراء تحقيق موسع في هذه الحادثة، كون الأمم المتحدة هي من صنفت هذه المنطقة بأنها منطقة آمنة، منطقة لا يوجد بها أي نزاع مسلح أو مشكلة أمنية. لذلك هناك عتب على ما يبدو من قبل الحكومة الإيطالية باتجاه الأمم المتحدة بأنها قد بعثت سفيرها إلى منطقة غير آمنة أو منطقة قد تكون يوجد بها تواجد مسلح لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وبالتالي فإن هناك حلقة مفقودة على ما يبدو في هذه الحادثة التي لاقى فيها السفير لوكا مصرعه مع عنصر أمني من جهاز الدرك الكربانيري. وهناك تعاون كامل من قبل حكومة الكونغو الديمقراطية ومن قبل الأمم المتحدة، وعلى ما يبدو بأن هناك تنسيق بأنه سوف يتم في العاصمة كينشاسا من أجل الذهاب لتلك المنطقة والبحث أيضا بشكل موسع حسب ما علمت من مصادر، وقد نشرت هذه المعلومات وكالة الأنباء الرسمية أنسا. شكرا جزيلا لك مراسل الغد من روما محمد الغزو.